ما هي وجهة نظركم في منتدى جازان ثقافة وأدب وفيما يقدمه؟ أولا أنا أقدم الشكر الوافر لمؤسسه ومشرفه أبي حسين أستاذ يحيى الأمير، جزاه الله خيرا، وهذه أسرة مباركة في العلم والثقافة والأدب والحرص على نفع الناس. ومنذ أن أسسه وهو يستشير ويسأل ويضم إليه النخبة الثقافية العالية التي تقدم ما ينفع وتبتعد عن النسخ واللصق وتكرار ما لا يفيد من المقالات والمقاطع المكرورة والشائعات، دائما ينبه على ضبط هذه الأمور جزاه الله خيرا، ويحب التفاعل وعدم الصمت. هذا أمر مهم، لأن كل شخص ينبغي أن ينفع بما عنده من مبتكر ونافع. كذلك بقية الزملاء القائمين على هذا المنتدى إشرافا وإدارة، وعلى رأسهم مدير الحوار الأستاذ إبراهيم الدلح جزاه الله خيرا، وأيضا المساعدون في تنظيم هذه اللقاءات، فهي تأخذ جهدا ووقتا وإنتاجا ويعني ديباجة معروفة نشعر بها، وقد شعرت بها في عدد من المنتديات وخصوصا ملتقى شعراء جازان، أن الإدارة صعبة وضبط الأمور والوقت عبر هذا الواقع الافتراضي. فمنتدى جازان ثقافة وأدب يقدم خدمة كبيرة وإرشيفا متقدما في سير الضيوف والأعضاء والخبراء والتربويين والأدباء والأكاديميين وغير ذلك، فأسأل الله له التوفيق والعون والسداد، وأن يجعل ذلك في موازين حسنات القائمين عليه. وأشكركم على ما طرحتموه من أسئلة ومداخلات، وأشكر حسن ظنكم في اختياركم أخاكم أن يكون ضيفا في هذه الليلة في منتدانا الجميل، ويعني العذر ممن ربما لم يسعف الوقت للإجابة عن سؤاله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.